أهلا بكم مجددا. أعلنت وزارة الإرشاد والأوقاف عن سياسات وترتيبات أعمال الحج العام الحالي 1438 للهجرة. وقال وزير الإرشاد والأوقاف أبو بكر عثمان إن عمليات التقديم الإلكتروني ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 9 يوليو وتستمر على مدى 3 أيام عبر موقع الإدارة العامة للحج والعمرة، مشيرا إلى أن قرعة اختيار الحجاج الإلكترونية ستكون يوم الخميس وستعلن نتائج الفائزين يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من شوال. وأوضح الوزير أن مغادرة أفواج الحجاج ستبدأ في 18 من شهر ذي القعدة وتستمر حتى 2 من شهر ذي الحجة. يبدأ التقديم الإلكتروني بإذن الله تعالى وتوفيره للمواطنين الكرام الراغبين في ذلك يوم الأحد الموافق 15 شوال 1438 من الهجرة، 9 يوليو 2017 للميلاد عند الساعة 12 ظهرا، ويستمر بإذن الله تعالى وتوفيقه حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 شوال 1438 11 يوليو 2017 للميلاد. إلى ذلك أشار مدير إدارة العامة للحج والعمرة المطيع محمد أحمد إلى أن الترتيبات المبكرة التي اتخذتها إدارته في السودان وفي المملكة العربية السعودية أسهمت في خفض تكلفة الحج بالريال السعودي. ولمناقشة هذا الموضوع يبقى معنا عبر الهاتف الأستاذ مطيع محمد أحمد. مرحبا بك سيد مطيع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، ومرحبا بكم في قناة الشروق. حياك الله. بداية، كم فرصة للسودان في هذا العام؟ 32,000 فرصة، زيادة 20% من العام الماضي. نعم، تصحب هذه الزيادة أيضا زيادة في التكلفة المادية، ولعلكم بررتم في الخبر الذي تم في المؤتمر الصحفي هذه الزيادة بمسألة ارتباط الجنيه بالريال السعودي وقوة الجنيه أمام. لكن بالمقابل الحج من المعلوم أنه لمن استطاع إليه سبيلا، كيف يمكن أن تتسهل السبل لأداء هذه الفريضة التي يشتاق إليها الناس في ظل ظرف اقتصادي يجب أن تكونوا أنتم معين لهم فيه؟ يعني كيف ترد على هذه التساؤلات؟ نعم، أولا يعني والله نحن بنحيي كل الذين ينوون الحج لهذا العام، ونحن حقيقة حريصين من خلال كل الأعمال التي ذكرناها من خلال المؤتمر الصحفي على تقليل التكلفة على الحاج والمحافظة على الخدمات أيضا التي تمكن الحاج من أداء نسكه على الوجه الصحيح. وحقيقة بذلنا كل الجهود، وكما تلاحظ من خلال العرض الذي استعرضناه أننا في كل عام نستطيع تخفيض التكلفة بصورة كبيرة جدا، ولكن عندما نحسب التكلفة مقابل الجنيه السوداني نجد أن هناك انخفاض العملة يؤثر تأثير كبير جدا على التكلفة. فإذا ما الآن حسبنا مبلغ 48,000 جنيه بالسعر هي عبارة عن 8,000 ريال، وهي أقل تكلفة بالنسبة لدول العالم اللي حولنا كلها من الدول حتى المجاورة. نحن أقل دول العالم. نعم سيد المطيع، يعني الدخل في الدول الأخرى أيضا يختلف، يجب أن يراعى حال المواطن. هنالك من يقول أنه ظل لسنوات يحاول أن يجمع هذا المال والآن تضاعف فجأة، إذا هذا الحلم ربما تأجل بالنسبة إليه 5 أو 6 سنوات قادمة. لماذا يحدث هذا يعني بالتحديد، إذا كان هنالك دور أيضا تقومون به أنتم في الوزارة وفي الهيئة لتخفيض التكاليف بما يتناسب مع الدخل العام للبلاد؟ نحن والله حقيقة زي ما ذكرت لك بذلنا جهود مقدرة، يعني التكلفة كانت تساوي 10,000 ريال، نزلت الآن التكلفة إلى 7,051 ريال، ولكن نجابه أيضا بأسعار التذاكر. أنا أقول لك إنه سعر التذكرة في الجنيه بالجنيه السوداني جوا من 7,500 جنيه إلى 9,900 جنيه مباشرة، حوالي 2,400 جنيه زيادة من العام الماضي. هذه الزيادة يعني سيد المطيع، الآن مثلا السعودية قريبة للسودان جغرافيا، ربما يفصلهم فقط البحر الأحمر 250 كيلومتر، ربما يكون هذا هو الفارق المكاني ما بينهما. لماذا لا يتم الاتفاق المسبق مع شركات الطيران لئلا يكون مثل هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطيران؟
شركات الطيران طبعا تتعلل الوطنيه والاجنبيه، ايضا تتعلل بارتفاع اسعار الصرف. ايضا رحلات الحج هي رحلات مختلفه، الطائره بتمشي من هنا مليانه بتيجي فاضي في رحله حج، وبالعكس نفس المساله. لذلك حتى لو تلاحظ في العمره اسعار التذاكر هذا العام وصل الى 9000 جنيه، فهم ايضا يتحدثون عن مساله العمله وزيادتها. لذلك انا يعني بقول انه التكلفه دي 76% منها هي خدمات للسعوديه، التذكره وحدها 22%، نحن ما نتحصل من الرسوم هو اقل من 1% اللي هو 5 من 10. فالمساله هي مربوطه بخدمات تقدم من جهات اخرى، مربوطه بسعر الصرف. انت لو تلاحظ العام الماضي الزياده الان هذا العام 130% في سعر الصرف من العام الماضي. نعم. بالرغم من ده لو لاحظت السنه اللي فاتت تكلفه الحج كانت 22500 وهذا العام 42، بالرغم ان الزياده 130%. نعم. فنحن حقيقه بذلنا جهد كبير جدا في انه نقلل، ونحن حريصين والله حجاجنا واهلنا كلهم يكونوا ضمن حجاج هذا العام، وبعد ده بنتوقع ان شاء الله يعني يتمكنوا ان شاء الله من اداء هذه الشعيره. نعم، نرجو ان يكتب الله اداء هذه الفريضه للجميع. اخيرا سيد المطيع، السفير السعودي يتحدث عن أن السودان سيدخل في إطار منظومة التأشيرة الإلكترونية، وكذلك التقديم للحج هو بصورة إلكترونية. مدى الجاهزية لهذا الأمر سواء من السفارة السعودية ومنكم أيضا في الهيئة؟ حقيقة اختيار السودان نفسه كما ذكر السفير من 7 دول هو يؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية وتقديرها للتطور التقني الكبير اللي أحدثناه نحن في الإدارة العامة للحج والعمرة. ولذلك نحن سعيدين بهذا الاختيار وجاهزين بكل عمليات التقنيه. نحن الان مشينا فيها من التقديم الالكتروني والقرعه الالكترونيه والسداد، وانتقلنا بها ايضا في التاشيره الالكترونيه. نحن حقيقه بنحيي سفاره المملكه العربيه السعوديه، ايضا هي جاهزه وتاكدنا من ذلك من خلال لقاءاتنا معهم، وبناكد نحن ان شاء الله برضه جاهزين بكل اجهزتنا بكل الاعمال التقنيه ان شاء الله عشان ننجزها في اقرب وقت. لا نتوقع ان تزيد عن 7 ايام كل التاشيرات ان شاء الله. نعم، شكرا جزيلا استاذ المطيع محمد احمد، كنت معنا عبر الهاتف.